مشاهدينا اهلا بكم معنا الى ثاني ملفاتنا لليوم. بدون سابق انذار عادت تل ابيب الى المشهد السوري. الحكومه الاسرائيليه تعقد اجتماعا في الجولان المحتل، ونتنياهو يعترف علنا بعمليات القصف في سوريا، والجيش الاسرائيلي يجري مناورات عسكريه في الجولان وغور الاردن. لماذا الآن وقبل زيارة نتنياهو لموسكو وتجدد الحديث عن دور تقترحه موسكو على تل أبيب؟ وهل تشعر إسرائيل بالخوف مع اقتراب تنظيم داعش من الجولان المحتل؟ نتابع ثم نعود للنقاش. خلال السنوات الخمس الماضية كانت الرقابة العسكرية تمنع وسائل الإعلام الإسرائيلية من نشر الأخبار عن غارات الطيران الإسرائيلي في سوريا، والتي استهدفت منع نقل السلاح إلى حزب الله. ولكن بدون سبب ظاهر يكشف نتنياهو عن أن إسرائيل شنت عشرات الهجمات في سوريا ضد قوافل أسلحة متجهة لحزب الله ومواقع ثابتة للنظام. نتنياهو خرق اتفاقا غير مكتوب ينص على إطلاق يد إسرائيل ضد ما تعتبره تهديدا لأمنها، ولكن في نفس الوقت تجنب إحراج أو توجيه إهانة علنية للنظام السوري وحزب الله. ولكن نتنياهو لم يكتفي بذلك، بل وجه دعوة غير مسبوقة للحكومة الإسرائيلية لعقد اجتماع لحكومته في الجولان المحتل، وهو أمر لم يحدث منذ احتلال الجولان عام 67 عندما كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع. بعض التحليلات ذهبت في تفسير قرارات نتنياهو إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتطمين جمهورها وعدم نشر حالة من الفزع بعد اقتراب تنظيم الدولة من مسافة 5 كيلومترات من خطوط الهدنة بعد المعارك الأخيرة مع الجيش الحر في المنطقة. وجبهة الجولان كانت تعرف سلاما صامتا بعد أن حافظت عائلة الأسد على هدوء الجبهة بعد حرب تشرين عام 73، ولكن قبل عامين تلاشت بقايا سيطرة النظام على أجزاء من الجولان، وبقيت كتائب عسكرية صغيرة مع ميليشيات درزية موالية للنظام في قرية حضر. وفي الجهة الجنوبية من هضبة الجولان السوري يسيطر فصيل شهداء اليرموك الذي بايع تنظيم الدولة في نهاية عام 2014، وينتشر في القرى المقابلة لخط الهدنة مع إسرائيل حوالي 600 مقاتل يتبعون داعش. وفي المناطق الشمالية والشرقية تسيطر جبهة النصرة التي حافظت على مسافة معينة من الحدود. مصدر القلق الرئيسي لإسرائيل يتعلق بلواء شهداء اليرموك، وهو ذراع لداعش في الجنوب. وقد نجحت جبهة النصرة في السنة الماضية بتصفية زعيمه المحلي بواسطة سيارة مفخخة، ولكن تنظيم الدولة قام بتعيين جهادي سعودي يسمى المدني قائدا جديدا لشهداء اليرموك، لتضعف بذلك استقلاليته وتزداد تبعيته بعد أن بدأ بتلقي الأوامر من الرقة عاصمة التنظيم، لتشتد بعدها الحرب ضد فصائل الجيش الحر والنصرة. والقائد السعودي الجديد يقوم بفرض خط ديني متشدد في المناطق التي يسيطر عليها. الحكومة الإسرائيلية لم تعلق على التطورات الأخيرة، ولكن نتنياهو قام بإجراءاته قبيل زيارة خاطفة لموسكو هذا الأسبوع لبحث الملف السوري، وكانت آخر زيارة لنتنياهو إلى روسيا في سبتمبر أيلول عام 2015 عشية التدخل العسكري الروسي في سوريا، وتم خلالها التوصل لاتفاق للتنسيق بين القوات الإسرائيلية والقوات الروسية لتجنب حوادث عسكرية بين الطرفين. ولكن المراقبين يقولون إن موسكو استدعت نتنياهو هذه المرة من أجل بحث أفكار أكثر طموحاً من مجرد التنسيق العسكري. واعتبر معلقون في تل أبيب أن اللقاء السابع الذي جرى مساء الخميس بين بوتين ونتنياهو تناول طابع وسمات الخارطة المستقبلية للشرق الأوسط. وقال القيادي في حزب الليكود الحاكم أرييل بلوشتاين إنه ليس سراً أن الوتيرة المتسارعة للقاءات التي تجمع نتنياهو وبوتين تهدف إلى تصميم خارطة الشرق الأوسط المستقبلية، وإن إسرائيل قدمت مساعدات لروسيا مكنتها من التدخل في سوريا. بدورها لفتت صحيفة معاريف إلى أن روسيا التزمت الصمت حيال إعلان نتنياهو أن الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية للأبد.
وتدل تركيبة الوفد المرافق لنتنياهو في موسكو على أن تنسيق العمليات العسكرية في سوريا يقع على رأس جدول الأعمال. وكشف موقع إسرائيلي أن قائد سلاح الجو الجنرال أمير إيشل يرافق نتنياهو في زيارته لموسكو. مباشرة إلى الناصرة ينضم إلينا من هناك السيد نظير مجلي خبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد نظير معنا في آخر الأسبوع، نعتذر أنه تأخرنا عليك. رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن من الجولان أنه الجولان سوف يبقى إسرائيليا إلى الأبد. الرسالة موجهة لمن، يعني من يتحدى بهذا الكلام الذي قاله؟ أعتقد أن الجهة الأولى التي يوجه إليها هذا الكلام نتنياهو هو الخريطة الحزبية الإسرائيلية، الرأي العام الإسرائيلي، وذلك انطلاقا من الإشكاليات التي يخوضها نتنياهو في داخل المجتمع الإسرائيلي. المواطن الإسرائيلي اليوم لا يشعر بالأمان بسبب العمليات التي يقوم بها شبان فلسطينيون أو بسبب الكشف عن النفق الذي جاء من قطاع غزة، ولكن طبعا ليس فقط للرأي العام في إسرائيل، إنما ينتهز الفرصة ليطلقها في كل الاتجاهات لتصيب من تصيب. فنتنياهو في هذا الموضوع يعني أراد أكثر، أو دعونا نقول أن يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، من هذه العصافير أن يعلن حضوره لكل أجواء الحديث عن تسوية في سوريا. فهو يريد أن يقول أننا موجودون هنا وأن لنا دور ولنا حصة في كل ما يتم الاتفاق عليه فيما يتعلق في الأمر السوري، خصوصا وأن هنالك تطور إيجابي في العلاقات الإسرائيلية الروسية. نعم. وفي هذه الحالة توجد بإضافة إلى الرسالة إلى موسكو توجد أيضا رسالة إلى واشنطن التي توجد فيها خلل في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية في الشهور الأخيرة بشكل خاص. دكتور، عن هذه العلاقة تحديدا وتطورها بين الروس والإسرائيليين خاصة مع زيارة نتنياهو الأخيرة، هنالك من يقول بأن الروس لديهم يعني خطة خلافا للستاتيكو الذي كان قائما في منطقة الشرق الأوسط مع تقسيمات سايكس بيكو، تحديدا لمرحلة ما بعد النظام. هل تتوقع دور لإسرائيل في هذا الموضوع، وهذه فقط مقدمات نراها للدور القادم ما بعد النظام إذا ذهبت المرحلة أو ذهبت سوريا نحو التقسيم؟ بالتأكيد يعني إسرائيل تطالب بحصة، هي تضع السقف العالي في أن تأخذ الجولان كله، وإذا كانت هنالك مفاوضات فأخذت قسما أو تم استئجاره لفترة طويلة فيمكن أن يكون هذا مثاليا بالنسبة لإسرائيل. ولكن الطرح بهذا الشكل في إسرائيل جاء لأنه يريد أن يستغل الموقف الروسي. فاليوم توجد علاقات فعلا وطيدة بين إسرائيل وروسيا، روسيا معنية جدا في إسرائيل وفي التقارب من إسرائيل، خصوصا وأن لها دور وتأثير كبير في الكونغرس الأمريكي، وروسيا تحتاج إلى الدور الإسرائيلي في الكونغرس الأمريكي. نعم. وإسرائيل تشعر بأن روسيا تعاني من نقطة ضعف بالغة الأهمية في هذا الوقت بالذات. فروسيا تطالب بضم قسم من أوكرانيا إلى حدودها، إلى تخومها. ولذلك عندما طرح نتنياهو الموقف من حكومته في عقدها في الجولان وإطلاق التصريح بأنها ستبقى لإسرائيل للأبد، فهو يعني يحاول أن يقول أنت في روسيا لا تستطيع أن تقول لي لا تضم الجولان فيما أنت تطالب بضم أوكرانيا. نعم. فنحن في الهوى سوا، وهذا طبعا خلاف للقرارات، له أبعاده أيضا على صعيد الأرض. صح، وخلاف للقرارات الأممية، لأن الجولان تعتبر أراضي محتلة. بل بما أنك تطرقت لموضوع الأرض أستاذ نظير، موضوع اقتراب داعش من خط الهدنة، نتحدث فقط عن 6 كيلومترات، أو ليست داعش وإنما جماعات موالية لداعش، هل بالفعل يخيف إسرائيل برأيك؟ باختصار لو سمحت لي.
لا أعتقد ذلك. إسرائيل لا تخاف لا من داعش ولا من حزب الله، وهي تستطيع متى تشاء أن تقوم بعمليات وتبعدهم عن حدودها. وعندما يجري الحديث بشكل صادق في إسرائيل من قبل خبراء، واضح أن لا أحد يخاف من على أمن إسرائيل من هذه الجهة. فإسرائيل عادة في مثل هذه الحروب تجرب أسلحة وتبيع أسلحة على أكتاف من يواجهها في هذه المنطقة، لذلك الخوف لا أعتقد أنه من داعش، إنما هي محاولة لكسب حصة في التخطيط المستقبلي واستغلال الواقع الذي تعيشه روسيا الآن في هذه الظروف في سوريا. بالتأكيد التنسيق الأمني يرتقي إلى درجة، هنالك أيضا خلل في هذا التنسيق حصل في الأسابيع الأخيرة، صحيح. إذ كادت تصطدم طائرتان إسرائيلية وروسية في سماء سوريا، والروس أطلقوا مرتين على الأقل صواريخ باتجاه طائرات إسرائيلية بالخطأ بعدم التنسيق، ولذلك ولكن طلب بوتين من وزير دفاعه أن يجتمع مع قائد سلاح الجو الإسرائيلي. الملفت أنه نتنياهو لأول مرة يعترف بغارات إسرائيلية فوق روسيا، ما الذي تغير؟ حتى وزير الدفاع استغرب من هذه التصريحات. هي بالأساس باعتقادي موجهة إلى الداخل لكي يقول أنه هو رجل الأمن القوي، نعم. الذي يقوم بعمليات ليس فقط الفشل في الجنوب، بل لديه نجاحات في الشمال من جهة، ومن جهة أخرى هو تهديد، يعني بأننا موجودون ونستطيع أن نقوم بكل عمل، ولذلك احذروا من الاقتراب إلى حدودنا. نعم، أشكرك على وجودك معنا سيد نظير مجلي الخبير بالشؤون الإسرائيلية مباشرة، كنت معنا من الناصرة. أشكرك على وجودك معنا في آخر الأسبوع.